انا فاكر اني لما لعبت ميتال جير سوليد 3 اول مره اتاثرت بالقصه تحديدا بشكل كبير جدا. لعبه ميتال جير سوليد 3 بتعتبر واحده من افضل العاب التاريخ، وهي في الحقيقه لعبتي المفضله، وده لتميزها الواضح في كل جوانبها، وخصوصا تصميم اسلوب اللعب اللي ركز على عناصر النجاه والتسلل بشكل ذكي ومتصمم بعنايه شديده. لكن قصه اللعبه دي كانت وما زالت اكتر جانب من جوانبها اثر فيا، خصوصا نهاية اللعبة، واللي طول عمرها هتفضل واحدة من أكتر النهايات اللي سابت أثر فيا في كل الأعمال الفنية اللي اختبرتها. وفاكر برضو أني في وقتها سألت نفسي ليه؟ ليه القصة والنهاية أثروا فيا بالقوة دي، رغم أني لو كنت شفت نفس القصة دي في فيلم أو قرأتها في رواية ما كنتش هتأثر بالشكل ده. والإجابة دي خلتني أفكر في أمثلة تانية من ألعاب تانية عملت معايا نفس الحاجة، مثلا لعبة زي Red Dead Redemption 2 أو Bioshock أو The Last of Us. الألعاب دي قصصها بالتحديد أثرت فيا بشكل كبير، وخلتني أفكر كتير في مفهوم قصص الألعاب بشكل عام وطرق عرضها. والإجابة اللي كانت المفروض تكون واضحة لسؤال ليه الألعاب بتأثر فيا بالشكل ده هي التفاعلية. أنا اتكلمت قبل كده عن دور التفاعلية في قوة تأثير قصص الألعاب في لاعبيها، لما كنت اتكلمت عن لعبة سبيك أوبس ذا لاين، وطبعا أنا ما زلت عند رأيي إن الألعاب تقدر تقدم قصص تأثيرها هيكون أقوى من أي وسط فني تاني لو كانت متنفذة صح. بس الألعاب اللي ذكرتها دي ومعها تجارب زي براي أو هاف لايف أو دارك سولز دفعتني للتفكير في جانب تاني متعلق بتفاعلية الألعاب في عرض القصص تحديدا، اللي هو طرق وأساليب عرض القصص الممكنة في الألعاب، واللي بتبقى ممكنة في الألعاب تحديدا كنتيجة مباشرة لتفاعليتها، وده اللي عاوز أتكلم عنه معاكم النهاردة. معاكم محمد إبراهيم من الشانل بلانك، والنهاردة هنحلل طرق عرض القصص في الألعاب. قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي للفيديو، كنت عاوز اشرح فكرة سريعة كده عن اللي اقصده بطرق عرض القصص الممكنة في الالعاب واختلافها عن الاوساط التانية. فمثلا طرق عرض القصص والسرد في الادب كتيرة ومتنوعة، وكل طريقة فيهم لها مميزاتها وعيوبها، لكن في نقطة مهمة هنا، وهي ان استعراض وسرد اي حدث او موقف في الادب بيكون محدود بشكل او باخر. وخلينا ابدأ الشرح ده بمثال بسيط عشان اقدر اوضح الفكرة. لو تخيلنا دلوقتي ان في رواية الكاتب بيوصف فيها اوضة البطل مثلا، هنلاقي ان كل اللي بيحصل ان كاتب القصة بيختار هيوصف انهي تفاصيل وانهي لأ، وحتى لو كان وصفه تفصيلي بشكل كبير، ففي النهاية برضو التفاصيل اللي هتظهر وترتيبها وطريقة وصفها بتكون من اختيار الكاتب وليها غرض ما، سواء ده غرض بيخدم القصة او الشخصيات او حتى النواحي الجمالية في الكتابة. لكن في الالعاب الموضوع مختلف شوية. الألعاب نتيجة إنها تفاعلية وفي أحيان كتير مفتوحة، مش دايما بتسمح بإن صناعها يتحكموا في اللاعب هيشوف إيه إمتى. مثال الأوضة اللي ذكرته، لو كان في لعبة اللاعب كان ممكن مثلا يختار يتجاهل تماما إنه يتفرج عليها ويقرر يروح مكان تاني خالص، أو ممكن يقعد يفصص كل تفصيلة فيها بترتيب المطور يمكن ما كانش عاوزه، وهكذا. لو كبرنا المنظور هنا شوية ورحنا للعبة عالم مفتوح مثلا، هنلاقي إن اللاعب ممكن يروح منطقة بدري جدا في عمر اللعبة، لكن التجربة اللي المطور كان رسمها بتقول انه هيروحها متأخر عن كده، ويشوفها ويشوف تفاصيلها بشكل ممكن يزود او يقلل من تأثير اللحظة اللي اللاعب المفروض يكون بيشوف فيها المنطقة دي لأول مرة. دي حاجة ممكن تغير من تجربة اللاعب بشكل جذري مع اي قصة بتقدمها لعبة. بعض المطورين بيختاروا يخلوا ألعابهم خطية ومحدودة عشان يتفادوا المشكلة دي من اساسه، زي سلسلة انشارتد مثلا، واللي بتختار تركز على تقديم تجربة محددة وخطية، والمطورين مخططين كل لحظة فيها، وانا شايف انها بتنجح جدا في ده. لكن برضو لو فكرنا هنلاقي ان النقطة دي بتفتح مجال لعرض القصة باشكال مش ممكنة الا من خلال العاب الفيديو. الروايات مثلا ممكن تتحكي من منظور الشخص الاول او منظور الشخص الثالث او منظور الراوي كل المعرفة، لكن في النهاية هي محدودة برضو، وطرق السرد فيها هتنحصر في النهاية ما بين الخطي وغير الخطي. لكن الالعاب نتيجة لتفاعليتها تقدر تحكي القصص بكل الاساليب دي، وكمان عندها اساليب تانية مميزة جدا، وده اللي عاوز اتكلم عنه باستفاضة شوية في باقي الفيديو. اول اسلوب هتكلم عنه هنا هو الاسلوب التقليدي، اللي القصة بتتعرض فيه بشكل طبيعي وغالبا بطريقة سرد خطية كمان، ممكن نشبهه باسلوب السرد في اغلب الروايات، زي العاب الادفنتشر القديمة اللي كانت بتقدم نفسها كأنها رواية بتقرأها، كانت بتتقدم في شكل كتابة او نص على شاشة الكمبيوتر، مع فرق انك بتتفاعل معاها عن طريق انك في بعضهم كان ممكن مثلا تختار بين كذا احتمالية وتغير في الحبكة والاحداث وهكذا، ويمكن حتى النهاية. والالعاب دي نقدر نقول ان امتدادها كان في شكل الفيجوال نوفلز، اللي برضو في كتير من الاوقات بتتقدم بطريقة سرد تقليدية جدا كأنها رواية عادية او فيلم، وبتعتمد على قراءة للحوارات ووصف للاحداث. طريقة السرد دي زي ما قلت تقليدية وغالبا بتكون خطية، لكن انا مش شايف ده عيب ابدا،
خصوصا لما بتكون مكتوبة كويس. وانا بحب كتير جدا من الفيجوال نوفلز زي لعبة فالهالا مثلا او سلسلة ايس اتورني، واللي بيقدموا قصصهم بشكل تقليدي وخطي بيتخللوا درجات من التفاعل بعض الناس بتشوفها مرضية وبعضهم الاخر لا. لكن الملحوظة الاهم على الاسلوب ده هنا هي ان الالعاب دي رغم كونها تقليدية في السرد وفي عرض قصصها، الا انها ما زالت بتستغل تفاعلية الوسط اللي بتتقدم فيه بشكل او باخر. وابرز الطرق دي طبعا انها بتقدم للاعب ايجنسي او تحكم في القصة صعب تلاقيها في الاوساط التانية. زي ما ناقشت من شوية، الميزة الاكبر والاهم في الاسلوب ده من عرض القصة انها بتدي نسبة كبيرة من التحكم في ايه اللي اللاعب هيشوفه وامتى هيشوفه، وده بيسمح انك تقدم قصص متخططة كويس والبيسنج فيها متحدد مسبقا، وبالتالي المطور يقدر يسرع البيسنج او يبطئه ويسرع ويبطئ الاحداث على حسب ما هو شايف قصته محتاجة. وده في النهاية زي ما بيدي للمطور القدرة على تقديم قصته بالشكل اللي هو عاوزه بالظبط، الا انه برضو بيحد الاحتمالات الممكنة في طريقة عرض القصة، وبيحد من حرية اللاعب ويمكن من حرية المطور، لان في رأيي في انواع قصص ممكن ما ينفعش معها الاسلوب ده في التقديم. ده بقى بياخدنا للنوع التاني اللي عاوز اتكلم عنه من اساليب السرد وعرض القصة في الالعاب، وهو الاسلوب اللي ممكن نسميه باسلوب السرد الحواري، واللي بتتميز ولكن مش بتنفرد بيها العاب الجي ار بي جيز الكلاسيكية زي ماذر 3 والالعاب المتأثرة بيها زي اندرتيل. اسلوب السرد ده بيعتمد بشكل كبير على حكاية قصة اللعبة واحداثها من خلال المحادثات مع شخصيات اللعبة المختلفة، وممكن نعتبر اقرب حاجة في الادب للاسلوب ده هي المسرحيات المكتوبة اللي 90% من النص المكتوب فيها بيكون مكرس للحوارات، وده بيخلي النوع ده من الالعاب بيركز جدا على تقديم شخصيات مميزة وحوارات مكتوبة كويس، لان دي في النهاية الطريقة الرئيسية اللي هتعرض بيها قصتك، وطبيعي يكون الاهتمام بطريقة عرضها وسردها كبير. ده بيكون واضح جدا في الالعاب اللي زي دي. في لعبة زي ماذر 3 القصة بتتعرض بشكل كبير وشبه كامل من خلال حوارات الشخصيات مع بعض ومع شخصية اللاعب، واللي بيخلي اللعبة تركز على كتابة حوارات مميزة مش مجرد حوارات لتأدية الغرض وخلاص، وبيخليها تقدم شخصيات مميزة وعلاقاتها ببعض بتتوضح بشدة من خلال المحادثات. وللسبب ده هتلاقي النوع ده من الألعاب بيحط شخصيات كتيرة مثيرة للاهتمام في الخلفية، مش شرط يكونوا جزء رئيسي في الأحداث، مش شرط يكونوا شخصيات رئيسية، لكن إمكانية الكلام معاهم والمحادثة معاهم بتكون موجودة، وعادة لما بتكلمهم الموضوع بيقدم محادثات مهمة أو ممتعة، ممكن مثلا تعرف منها معلومات عن عالم اللعبة أو شخصية تديك أيتم مهم وهكذا. لعبة اندرتيل كمان كان بتتبع نفس الاسلوب ده في السرد، لكنها بتضيف معاها افكار ذكية كتير انا ناقشتها قبل كده لما اتكلمت عن اللعبة في فيديو سابق. الاسلوب ده من السرد ممكن نعتبره بشكل او باخر امتداد لاسلوب السرد اللي فات، خاصة لما نحط في الاعتبار ان النوعين دول الحوارات بتلعب فيهم دور كبير، مع بعض الفروق طبعا، منها ان التركيز على الحوارات ممكن يكون اكبر او اقل في بعض اشكال الجانرا دي، لكن الفرق الاكبر يمكن ان العاب الجي ار بي جي في شكلها الكلاسيكي بتسمح لك بالتفاعل مع البيئة بشكل او باخر حتى لو التفاعل ده محدود، واحيانا ده بيستغل في السرد برضو لكن على النطاق ممكن نقول ان هو صغير شوية. في لعبة زي ماذر 3 اللعبة بتعرض لك جزء من التغييرات اللي بتحصل لقرية البطل نتيجة احداث القصة عن طريق تفاعلك مع القرية واهلها، وطبعا برضو جزء كبير من التغيير ده بيتحكي من خلال محادثاتك معهم. الشكل ده من السرد احيانا بيكون اكثر تفاعليات شويه من اللي قبله، من ناحيه انه بيديك حريه اكبر في استكشاف العالم واختيار الشخصيات اللي حابب تتكلم معاها، لكنه في النهايه ويمكن بسبب ضعف الامكانيات المتاحه وقت ظهور الجانرا دي بيعتمد بشكل كبير على الخطيه والبساطه في تقديم القصه، وده مش عيب بل بالعكس هي ميزه كبيره خاصه في لعبه زي ماذر 3 واللي بتتميز بشده في تقديم القصه بالشكل ده. ممكن بقى ننقل على الشكل الثالث اللي عاوز اتكلم عنه النهارده، وهو اسلوب السرد السينمائي، واللي ممكن يكون اشهر حد بيعمله بل وبعض الناس شايفاه هو مبتدع، وكمان هو المخرج هيديو كوجيما، واللي سلسله ميتال جير سوليد اللي هو ابتكرها مشهوره جدا بالاسلوب ده. المشهد الافتتاحي في ميتال جير سوليد 1 قريب جدا من مشاهد افتتاح افلام الاكشن في الثمانينات والتسعينات، واللي كوجيما كان متاثر بيها جدا في السلسله دي. ما اظنش ان هو سر على حد ان سلسله ميتال جير مشهوره كمان بمشاهدها السينمائيه الطويله جدا لدرجه انك احيانا بتحس انك انت قاعد بتتفرج على فيلم، ودي حاجه انا مش شايفها عيب طبعا. في طريقة العرض دي بنلاقي القصة بتتعرض تقريبا كأنها فيلم، وبتعتمد بشكل شبه كامل على المشاهد السينمائية اللي التفاعل فيها بينعدم، ورغم ان الوصف ده ممكن تطبقه على اي مشهد سينمائي في اي لعبة، الا انك هتلاقي ان الموضوع مختلف شوية في النوع ده من الالعاب، لان المشاهد فيها بتكون كتيرة وطويلة ومتصممة باسلوب شبيه جدا بالافلام، خصوصا بقى من ناحية اختيار زوايا الكاميرا والاضاءة وما الى ذلك. وكوجيما نتيجة لحبه الشديد للسينما كان حابب انه يقدم قصص العابه بالطريقة دي، والموضوع كمان ممكن نعتبره اثر على الكتابه نفسها، لان قصص العاب وطريقه كتابتها قريبه من طريقه كتابه بعض افلام الاكشن، مع فرق السكيل والطول طبعا اللي قصص الالعاب دي بتكون عليه. ف
فمثلا ميتال جير سوليد 3 قصتها ممكن نعتبرها مستوحاة بشكل كبير من افلام جيمس بوند اللي كانت في الفترة دي. طبعا الفرق الرئيسي بين اسلوب العرض في الالعاب دي واسلوب العرض السينمائي هو التفاعل، واللي بيكون ببساطة من خلال انك بتلعب الالعاب دي. وميزة كبيرة في النوع ده من الالعاب انك عادة بتلعب اكبر مشاهد الاكشن اللي طبعا في فيلم كنت هتتفرج عليها بس، زي معارك سنيك مع سلاح الميتال جير مثلا. من الالعاب اللي بتتميز في النقطة دي بشدة هي العاب استوديو نوتي دوج، وتحديدا سلسلة انشارتد، لان الالعاب دي بتحكي قصتها بشكل سينمائي بحت، لكنها كمان بتتميز بشدة بالست بيسز اللي بتبقى شبه افلام الاكشن جدا، وطبعا ده كان متعمد. الالعاب دي فيها اجزاء كتير شبه سلسلة افلام زي انديانا جونز، وفي الاساس دي اصلا كانت فكرة السلسلة، لان الاستوديو كان عاوز اللاعبين يحسوا انهم بيلعبوا انديانا جونز. طريقة العرض دي زي ما قلت قريبة جدا من الافلام، وعادة بتكون خطية، لكنها برضو نتيجة لكونها منتجات تفاعلية في المقام الاول ما زالت بتقدر تميز نفسها عنها بشكل او باخر. والاسلوب ده في عرض القصة بالنسبة لي انا على الاقل ممتع جدا، خصوصا ان ميتال جير سوليد هي واحدة من سلاسل الالعاب المفضلة عندي. لكن على ذكر سلاسلي المفضلة، خلينا نتكلم عن اسلوب العرض اللي جاي، واللي وصفه هيكون صعب شوية لو انت ما جربتوش بنفسك، وهو اسلوب العرض المميز جدا اللي بتتميز بيها العاب هيديتاكا ميازاكي، وبالتحديد سلسلة دارك سولز والعاب زي بلودبورن او إلدن رينج. اسلوب العرض في الالعاب دي انا اتكلمت عنه بشكل تفصيلي شوية في فيديوهات سابقة، واتكلمت عن قد ايه هو بيضيف لتجارب الالعاب دي وقصصها. العاب ميازاكي بتعرض القصة باسلوب زي ما قلت هو وصفه صعب شوية، ممكن نسميه عرض بيئي، لكن ده هيكون اختزال مخل في رأيي. القصص في ألعاب ميازاكي ما بتتعرضش بأي طريقة تقليدية، إنما بتتعرض بشكل يعتبر خليط من الأشكال اللي ناقشتها، لأنها بتعرض القصة من خلال تصميم البيئة وأحيانا تصميم المراحل، وكمان جزء منها بيتعرض من خلال المحادثات والحوارات مع شخصيات اللعبة. لكن أهم طريقة طبعا القصة بتتعرض من خلالها هي الايتم ديسكريبشنز، أو وصف الأدوات والأسلحة اللي بتلاقيها في العالم. القصص في الألعاب دي بتتعرض بشكل غامض شوية ومتقطع، وبتتقدم لك كأنها قطعة من بازل أو صورة مقطوعة، وانت مطلوب منك تجمع الصورة دي وتحل اللغز علشان تفهم القصة والعالم ماشيين ازاي، وده بيخليك تحس انك بتقوم بدور العالم أو الباحث أو حتى المستكشف لحضارة قديمة ما نعرفش عنها حاجة، وانت بتحاول تفهم تاريخها. أجدد لعبة قدمت الأسلوب ده في عرض عالمها كانت طبعا إلدن رينج، واللي أنا شايف إنها نجحت جدا في تقديم الأسلوب ده واستغلاله، لأنها طبعا بتخليك تحس إنك بتستكشف عالم فريد جدا وغريب عليك، مع مراعاة حجمه المرعب وتعقيده، وبتحاول تفهمه واحدة واحدة. وده أسلوب في رأيي ناجح ومناسب جدا لنوعية الفانتازيا الملحمية اللي إلدن رينج بتقدمها، وأظن إن وجود الكاتب المعروف جورج آر آر مارتن في فريق كتابة اللعبة دي أثر واضح على تعقيد العالم، أو على الأقل نوعية الخيال اللي موجودة فيه. وطريقة العرض دي بتكون مناسبة جدا لكتابات مارتن ونوعيتها، خاصة ان السبب اللي ميازاكي بيعرض بيه قصصه بالطريقة دي اصلا هو انه في فترة طفولته ومراهقته لغته الانجليزية كانت ضعيفة شوية، وهو كان بيحب كتب الفانتازيا وروايات الفانتازيا المكتوبة بالانجليزي، لكن طبعا هو عمره ما فهمها كويس بسبب ضعف اللغة، وكان بيضطر يملى الاجزاء والفراغات اللي هو ما فهمهاش من خياله. ودي التجربة اللي هو كان حابب يحسس لاعبيه بيها لما اختار اسلوب العرض ده. وطبعا الموضوع في رأيي الشخصي واضح وناجح جدا مع إلدن رينج بالتحديد، لأنها أكتر لعبة من ألعابه كتابتها شبيهة بكتابة نوعيات الكتب والروايات اللي ميازاكي كان بيحبها، وده أظن بشكل كبير بسبب لمسات جورج آر آر مارتن. والأسلوب ده بيرفع انغماسك في العالم بشكل كبير، لأنه بيضطرك تركز بشدة مع كل تفاصيل العالم لو أنت عاوز تفهمه، وفي نفس الوقت بيديك إحساس قوي بالغموض، وبيخلي إحساس الاستطلاع والاستكشاف اللي الفانتازيا المفروض تديهولك أقوى بكتير. طريقة السرد دي من الطرق المميزة جدا واللي استحالة حاجة غير لعبة تقدر تقدمها، لأنها بتعتمد بشكل أساسي على عناصر كتير اللي بيوفرها في الألعاب هي طبيعتها التفاعلية، زي القدرة على التجول في عالم مفتوح وكبير والاستكشاف والتدوير على الأسلحة والأدوات وهكذا. والطريقة دي مش شبه أي أسلوب سرد أدبي أو سينمائي، رغم إنها في الأساس ملهمة بيهم. فلو انت فكرت شوية هتلاقي إن من الصعب جدا تخلي شخص بيشوف فيلم أو بيقرأ رواية يحس إن هو شخصيا تايه جوه عالم غريب عليه، وصعب طبعا ترميله معلومات بالطريقة الفريدة بتاعت الايتم ديسكريبشنز اللي بيقدمها شغل ميازاكي. والنقطة دي من اكبر واهم عوامل تميز العاب فروم سوفتوير، لان الالعاب دي تعتبر اول مثال ذكرته نجح في ابتكار طريقة سرد جديدة تماما عن طريق استغلال تفاعلية الالعاب. ودلوقتي خليني اقدم لكم مثال تاني يمكن انا بعتبره اهم حاجة هتكلم عنها في فيديو النهاردة، واللي ممكن نسميه باسلوب السرد تام التفاعلية. لعبة بايوشوك ابهرتني جدا لما لعبتها اول مرة، لانها حكت القصه بطريقه انا ما كنتش متعود عليها. قصه اللعبه اتقدمت من غير ما اللعبه تقف ولا تسحب مني التحكم تقريبا ولا مره الا في لحظات محدوده جدا وغير محسوسه، واللعبه دي خلتني بدور على العاب تاني تقدر تعمل ده،
وللسبب ده تحديدا انا انبهرت واستمتعت بقصة لعبة زي براي رغم ان قصتها فيها نقط ضعف كتير. اسلوب سرد القصة في الالعاب دي عنده مبدأ مهم، وهو انه ما بيحبش يسحب منك التحكم اطلاقا طول ما انت بتلعب، او بيحاول يقلل حدوث ده بشتى الطرق. الالعاب دي بتقدم احداث في اي نوع تاني من الالعاب كانت هتوقف لك التحكم وتدخلك مشهد سينمائي او محادثه طويله، او حتى هتخليك تضطر تدوس زرار البوز عشان تفتح ملف صوت ولا اي حاجه لقيتها في عالم اللعبه. لكن النوع ده من الالعاب ما بيعملش كده، او على الاقل بيحاول ما يعملش كده. اللعبه سايباك حر طول الوقت، تقدر تستكشف العالم زي ما تحب، وحتى لما بتلاقي حاجه زي ملف صوت ممكن تتجاهله او تشغله في الخلفيه وانت لسه بتلعب ما وقفتش. وحتى لما حدث كبير بيحصل في اللعبه زي انفجار ولا موت شخصيه ولا محادثه مهمه، غالبا بيكون سريع وما بيسلبش منك التحكم ولا بيوقف لك اللعب. ونتيجه لكل ده اللعبه بتضطر تقدم طرق مبتكره لعرض قصتها، والطرق دي بترفع من قوه تاثير طريقه عرض القصه جدا. وخلينا نديكم كام مثال على ده من لعبه براي. في براي انت بتلعب دور شخصيه اسمها مورجان يو، اللي هو عالم بيقوم بتجارب على جنس فضائي اسمه التايفون على محطه اسمها تالوس 1. واللعبه لانها من نوعيه الاميرسيف سيمز اللي منها العاب زي ديس اونرد او ثيف، فهي بتسمح لك تستكشف المحطه دي اللي بتمثل عالم اللعبه بحريه شبه تامه، وتكتشف بنفسك الاحداث اللي حصلت هناك واللي ادت للي بيحصل على مدار زمن اللعبه، عن طريق تصميم البيئه وتصميم المراحل واختيار الايتمز اللي اللاعب هيلاقيها وهيلاقيها امتى واماكنها فين. وبتبدا تفهم نظام الحياه هناك عامل ازاي، وازاي الناس اللي شغالين في المحطه تاقلموا على الحياه فيها والحياه في الفضاء. كل ده بيحصل بشكل طبيعي جدا واورجانيك ومش فورس. واللعبه حتى مش بتزقك لطريق معين، انما بتسيب لك حريه كبيره في اكتشاف القصه واستكشاف العالم. ومن الامثله اللي بحبها جدا على ده في براي انك في افتتاحيه اللعبه بتكتشف انك محبوس في محاكاه وبتهرب منها من غير ما حد يقولك ولا كلمه. لو قررت مثلا تستكشف الاوضه اللي بتبدا اللعبه منها بعد ما بتاخد اول سلاح بتلاقيه، ممكن مثلا تكسر ازاز البلكونه اللي موجوده في الاوضه، تكتشف ان مفيش بلكونه ولا حاجه، وانك في الحقيقه كسرت ازاز اوضه المحاكاه اللي انت محبوس فيها. وتخرج تبدا تستكشف المكان وتفهم ايه اللي بيحصل هناك عن طريق التفاعل مع العالم ومراحله، او ممكن تخرج عن طريق فنت موجوده في الاوضه وتوصل لنفس الاكتشاف لكن بطريقه مختلفه. كل ده بيتم بشكل تفاعلي بحت وعن طريق تصميم البيئه في اللعبه ومن غير اكسبوزيشن ومن غير شرح. ومن الحاجات اللي بحبها في اللعبه برضو انك بتشوف قصص صغيره كتير لاعضاء المحطه دي وزمايلك من العلماء، وبتعرف اللي حصل لهم من غير كلام، وبرضو عن طريق التجول والاستكشاف بس. فمثلا ممكن تلاقي جثه عالم موجوده في معمل فيه اقفاص وانابيب فاضيه، وبعدين تلاقي واحد من كائنات التايفون موجود في المعمل وتضطر تحاربه وتموته، ومن هنا بتفهم اللي حصل. العالم ده كان بيقوم بتجارب على الكائن ده لكن الكائن نجح في الهروب وقتله. كل ده اتحكى لك من غير ولا كلمه، من غير ما اللعبه تشرح لك الموضوع بشكل واضح او صريح. في مثال تاني متنفس حلو جدا، انك انت في منطقه الاستراحه بتاعه المحطه ممكن تلاقي مجموعه جثث لبعض من زمايلك، وتكتشف انهم كانوا بيلعبوا لعبه تيبل توب ار بي جي مع بعض في وقت فراغهم، وتعرف تفاصيل اللعبه وتعرف ان هم ماتوا وما خلصوهاش، وان كان في مسابقه وجايزه مستخبيه للي هيكسب. وممكن لو انت عاوز تفضل تتتبع القصه دي وتفتح مهمه جانبيه كامله بسببها. وكل ده بيتم عن طريق انك بتلاقي جثثهم اثناء استكشافك، بتقرا الايميلات اللي بيبعتوها على اجهزه الكمبيوتر الموجوده في المحطه واللي بالمناسبه ما بتوقفش اللعب برضه، وكمان ممكن تستكشف اكتر وتلاقي غرف النوم بتاعت الناس دي وتفهم شخصياتهم وهواياتهم عن طريق اللي بتلاقيه جوه. كل ده بيتم بشكل تفاعلي بحت من غير مشاهد او من غير مقاطعه للجيم بلاي، ومعظم الوقت من غير كلام حتى. وانا شايف ان النوع ده من السرد ذكي ومفيد جدا لوسط زي الفيديو جيمز، لانه بيقوم بشكل كامل على تفاعل اللاعب مع البيئه اللي حواليه. وانا رايي ان تفاعلك مع اي قصه طالما متنفس بشكل متقن هيزود من تاثيرها عليك وهيرفع انغماسك فيها بشده، وده اللي بيحصل في لعبه زي براي. لعبه زي براي بتحاول تقدم عالم مختلف وفريد، وهو محطه الفضاء بتاع تالوس 1، وطريقه السرد دي بتخدم العالم ده جدا، لانك انت بتعرف العالم ده عامل ازاي عن طريق انك انت بتستكشفه بنفسك. الموضوع بيحسسك ان ده مكان حقيقي وموجود، وانت كبني ادم حقيقي بتستكشفه. الموضوع ما بيبقاش مجرد ان ده عالم ارتفيشال متصنع في لعبة وخلاص. لكن واحدة من الالعاب اللي بتعمل ده يمكن باحسن شكل شفته، او على الاقل اكتر شكل ابهرني انا شخصيا من فترة كبيرة، هي لعبة هاف لايف 1، واللي انا بالمناسبة لعبتها اول مرة من فترة مش بعيدة خالص. وخليني ابدأ الكلام عنها باني اقول ان قصة هاف لايف 1 قصة عادية جدا. شركة ابحاث عملاقة ممولة من الحكومة الامريكية بتعمل تجربة خطيرة، التجربة دي بتبوظ وبتأدي لنتائج كارثية، بطل القصة جوردون فريمان بيضطر يتعامل معاها. قصة اتعملت كتير في افلام ومسلسلات، لكن اللي بيميزها في اللعبة وبيرفعها من قصة عادية لقصة حلوة هي طريقة عرضها بس. هاف لايف بتعرض قصتها بشكل شبيه باللي انا شرحته في لعبة براي بدرجة كبيرة، لكنها بتميز نفسها بالحفاظ على التفاعلية اكتر، وقلة الشخصيات الجانبية وقلة الحوارات معاهم كمان، فهي بتعتمد على التفاعلية بشكل أكتر بكتير، لأن أساسا حتى الكلام مع الشخصيات والكلام المكتوب في اللعبة قليل.
وبتقرر تعتمد بشكل كامل على سرد القصة من خلال البيئة وتفاعلك معها. فمثلا افتتاحية اللعبة بتكون الرحلة اليومية اللي جوردون فريمان بياخدها كل يوم لشغله. فأثناء الرحلة دي انت بتكون راكب قطر بيوصلك لمكان شغلك في موقع أبحاث بلاك ميسا، وبتقدر تتحكم في جوردون وتتحرك زي ما تحب. في الرحلة دي بتعرف كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الشركة، بتشوف انها بتصنع أسلحة متطورة، بتعمل تجارب خطيرة وممكن تكون غير قانونية، وبعد ما بتنزل من القطر بتعرف كل حاجة محتاج تعرفها عن علاقة جوردون بزمايله ونظام الشركة ماشي ازاي وتجاربها ماشية ازاي. وكل ده بيحصل وانت بتتجول في المكان بحوارات قليلة جدا ومن غير مشاهد او مقاطعات. هاف لايف لعبة تصميم اسلوب اللعب فيها مميز جدا، ومعتمد على ان اللعبة ما بتمسكش ايدك وبتسيبك تفهم وتتعلم قواعدها وتصميمها بنفسك من خلال تفاعلك معاها. واظن ان اسلوب التصميم ده هو اللي ادى لاختيار عرض القصة بالطريقة دي، لان الاتنين ممكن نعتبرهم قريبين من بعض. ومن الأمثلة على ده إن بعد الكارثة اللي بتحصل في التجربة اللي فريمان كان شغال عليها، وبعد ما بتضطر تحارب الكائنات اللي احتلت معامل بلاك ميسا بعد الكارثة اللي حصلت، بتقابل جندي مارينز اتبعت لموقع الكارثة. اللحظة دي بالذات متصممة بعناية شديدة علشان تخليك تدخل في الوقت المناسب اللي هتشوف فيه واحد من العلماء فرحان بإن فيه جندي وصل لأنه فاكره جندي جاي ينقذه. بعدين بتلاقي الجندي بيقتل العالم ده، وأول ما بيشوفك بيهاجمك. ده بيخليك تفهم تلقائيا ان الجنود دول مبعوثين من الحكومة الامريكية علشان يسيطروا على الكارثة اللي حصلت ويقتلوا الشهود عليها ويغطوا على اللي حصل. وكل ده بيحصل من غير ما التحكم يتسحب منك، وبيحصل من غير كلام ومن غير شرح وفي مدة حوالي 10 ثواني بس. الاسلوب ده في عرض القصص هو تاني مثال اذكره على طريقة سرد فريدة وما يقدرش يعملها غير الالعاب، لانه زي ما قلت معتمد على التفاعلية بشكل تام وبيرفع انغماسك في العالم اللي قدامك بدرجة كبيرة صعب توصلها مع اي عمل فني تاني، وبيدي للاعب احساس بالايجنسي والقوه. ممكن قطع الجيم بلاي يحسسه انها بتتسحب منه، وبيدمج بين الجيم بلاي واسلوب سرد القصه وبيخليهم متناسقين مع بعض بشكل كبير طبعا مستحيل تحققه في اي وسط فني تاني. كل الكلام اللي انا قلته ده دليل على ان الالعاب نتيجه تفاعليتها تقدر تبتكر اشكال سرد احنا ما كناش متخيلين انها ممكنه مع الاوساط الفنيه التقليديه، وانا شايف ان دي واحده من اهم مميزات الالعاب، لان زي ما قلت في اول الفيديو لو انت مقدم قصة متصممة صح وانت بتقدر تتفاعل معاها والكلام ده كله متنفذ بشكل سليم، الموضوع تأثيره هيكون اكبر من اي عمل فني تاني. عرض القصص في العاب الفيديو ممكن يتقدم باشكال كتير فريدة من نوعها، وممكن نستغل عناصر زي القدرات اللي اللعبة بتديها للاعب في بناء شخصية البطل. مثلا انت ممكن تشوف فيلم لجيمس بوند، تفضل تسمع وتتفرج وتشوف ان جيمس بوند جاسوس عنده درجة عالية من المهارة، وتسمع عن ذكائه وحرفته. او ممكن تجرب انت ده بنفسك وتلعب بجيمس بوند وتبقى انت جيمس بوند وتحس وتختبر القوة والمهارة دي بنفسك. ممكن تتفرج على فيلم فانتازيا وتفضل تتفرج على العالم من بره وتنبهر بيه، او ممكن تدخل انت جوه عالم خيالي وتتفاعل معاه وتستكشفه بنفسك فتنغمس فيه اكتر وتنبهر بيه اكتر. ممكن تقرا قصة بوليسية بيحصل فيها جريمة غامضة وتبقى عاوز تعرف الحل، او ممكن تلعب لعبة بيحصل فيها ده وتحل اللغز بنفسك. التفاعل مع الألعاب بيساعدها على خلق عوالم وسرد قصص بطرق فريدة من نوعها صعبة تتكرر، وفي رأيي إنها لسه كمان ممكن تتحسن أكتر وممكن نحكي من خلالها قصص أعقد من خلال أسلوب اللعبة بس لو المطورين ركزوا على ده، ودي الحاجة اللي أتمنى إن أنا أشوفها أكتر في السنين اللي جاية. لو استمتعتم بالفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا باقي المحتوى اللي بنقدمه. شكرا للمتابعة وأشوفكم الفيديو الجاي.